في مثل هذا التوقيت دائما بنكون مع حضراتكم، نعرف رؤيتكم الفنية لنهاية موسم مباراة بكرة، طبعا مباراة المصري واللي هيلعب فيها النادي المصري ضد النادي الأهلي، ثم رؤيتك الفنية بقى كابتن ماهر لنهاية هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بكابتن حشيش اللي بقالي فترة ما شفتوش. عايز اقول لك اسلام ان يعني المنظومه ككل بصراحه اشتغلت الموسم ده شغل احترافي على اعلى مستوى بصراحه. يعني لو هناخد ضلع ضلع، هنتكلم مثلا على الضلع الاولاني مجلس اداره النادي الاهلي، لجنه التخطيط كابتن محمود الخطيب، كان مهم جدا ان احنا نختار مدير فني هيد كوتش، مدير فني يكون على اعلى مستوى، مدير فني يكون هو بتاع المرحله دي. ايوه، وربنا سبحانه وتعالى وفقنا بشكل كبير جدا في اختيار هذا الرجل مستر فايلر. نعم، وشفنا مستر كولر. اسف، اخوات هم الاثنين من نفس المدرسه. صحيح. وسبحان الله يعني الراجل كمان لما اختير الراجل لبى بشكل كبير جدا، وشفنا حماسه من بدايه مشوار توليته للمهمه. نزل يتعرف على المؤسسه واللعيبه والجهاز الفني والاداري والتقرير، التقرير الاداري والتقرير الطبي والتقرير الفني على اللاعبين، وبدا يحط الاستراتيجيه بتاعته في ازاي يقدر ينقل النادي الاهلي للعالميه، ويقدر ينقل النادي الاهلي للبطولات اللي احنا افتقدناها خلال السنتين الماضيتين. الراجل اشتغل بصراحه وحط سيستم وحط نظام واستراتيجيه بشكل كبير جدا فنيه واداريه مع كابتن سيد وسامي. ومن البدايه انت عارف اسلام بيبقى حكم جماهير النادي الاهلي على المدرب من بدايه توليته المهمه. الراجل من بدايته كان عنده طبعا لقاءين صعبين جدا بطل تونس في الملف الافريقي، وقدر ان هو الراجل الحمد لله يتخطاها ويكسب المباراتين. وبعد كده تولد بقى في الدوري العام، بدا يكسب مباراه والثانيه والثالثه لحد ما جت مباراه الزمالك والاهلي السوبر قطبي الكره المصريه. ايوه، المباراه دي يا اسلام بيبقى فيها حكم كبير جدا على المدرب من خلال ادائه ومن خلال النتيجه. الراجل ربنا وفقه كسب الزمالك وكسب السوبر. من هنا تقدر تقول جماهير النادي الاهلي يعني حطت الختم الطمانينه ان الراجل ده هيبقى ان شاء الله باذن الله واحنا معاه هيعمل لنا موسم من افضل المواسم اللي شافها النادي الاهلي في تاريخه من 1907 الى يومنا هذا. ما حدش حقق اسلام خمس بطولات في معدل 8 اشهر غير مستر كولر. عايز اقول لك كمان الحب المتبادل اللي بين وبين اللعيبه، الشخصيه اللي فرضها على اللعيبه، والأمانة اللي كان بيشتغل من خلالها في حتة الشفافية والعدالة في التوزيع، ادى كل اللعيبة حقها. عشان كده اللعيبة الحمد لله قدرت تعمل لنا نتاج يعني محسوب للتاريخ ومحسوب لهؤلاء اللعيبة المحترمين.